فتح السوس، الفصل الخامس عشر. مضمون الفصل: يتناول هذا الفصل توجه الجيش الإسلامي لفتح السوس الأدنى حتى وصل إلى مدينة وليلة التي رفض أهلها دعوة عقبة لهم وصمموا على قتاله، لكن عقبة هزمهم هزيمة ساحقة، وبعدها اتجه إلى السوس الأقصى ليكمل انتصاراته، وأصبح وسط المغرب الأقصى وجنوبه في أيدي المسلمين. أضواء على أحداث الفصل في سؤال وجواب. السؤال الأول: ما موقف عقبة من نصيحة ملك طنجة له بالنسبة لفتح الأندلس؟ اقتنع عقبة بكلام الملك وأمر الجيش بالتوجه إلى السوس الأدنى. السؤال الثاني: ماذا فعل عقبة عندما وصل إلى حدود هذه المدينة؟ عندما وصل عقبة إلى حدود المدينة وتسمى اليوم قصر فرعون، أرسل إليهم من يدعوهم إلى. سؤال: ما موقف أهل المدينة من عرض عقبة وعلى ما صمموا؟ رفضوا وصمموا على قتال المسلمين. علل رفض أهل مدينة وليلة الدخول في الإسلام: لكثرة عددهم فلم يتوقعوا الهزيمة. سؤال: لماذا اتجه عقبة إلى السوس الأقصى؟ الإجابة: ليكمل مسيرة انتصاراته في هذه المنطقة ويرفع عليها راية الإسلام. سؤال: هل كان سير عقبة إلى السوس الأقصى مفاجأة لأهلها؟ لا، لأنها كانوا يعلمون تفاصيل ما حدث في السوس الأدنى. سؤال: كيف استعد أهل السوس الأقصى لمواجهة المسلمين؟ احتشدوا أمام أسوار المدينة واستعانوا بكل القبائل المجاورة.